على ثامن المراكز وفي المركز التاسع صوغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعود المكتوم مع عتيق بن سالم بن عرطي الحميري، وفي المركز العاشر سلهود سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب بن سعود المكتوم مع مطار بن سيف بن لاحق الهايري. من يأتينا على المركز العاشر؟ هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، ذعناها على حضراتكم في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول، والانطلاق هنا هو صدارة هذا الشوط في هذه المسيرة. وهناك على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول هملول المسيطر على زمام الأمور من بداية الانطلاقة. هملول على المقدمة وعلى المركز الأول لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة خليفة بن سلطان بن رشيد. من يأتينا على صدارة على المقدمة بهذا الانطلاق الجميل والتحدي؟ بينما المركز الثاني هنا سلهود سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع مسري بن سالم بن العرضي الحميري. وعلى المركز الثالث حشيم ياتينا لسمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعود المكتوم مع عبد الله بن ثعلب الهايري. وهملول رابعا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم مع سيب بن عمير العميمي. وعلى المركز الخامس يتواجد سلهود سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعود المكتوم مع راشد بن سعيد بالغافرية. وسادس المراكز يصل شاهين هنا على سادس المراكز من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. من ياتينا سادسا وفي سابع المراكز صوغان سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعود المكتوم مع عتيق بن سالم بن عرطي الحميري. والقدوم من جياش على المركز الثامن لسمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعود المكتوم مع السيل بن مبارك بن مرخان. وفي المركز التاسع سلهود سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب بن سعود المكتوم مع مطر بن سيف بن لاحق الهايري. وفي المركز العاشر ياتي شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم مع سيف بن احمد بن خريده مع عاشر المراكز. هذه هي النتيجه للمراكز العشره الاولى هنا. ونداءنا الثاني والثنين كيلومتر ما تبقى على نهايه هذا الشوط. وهملول المسيطر على الصداره، المسيطر على المقدمه، على المركز الاول، كل السيطره على زمام الامور لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعود المكتوم كما سيطر عاني في الشوط الأول للمهجنات. هنا هملول يسيطر في سابعة أشواطنا بقيادة المضمر عاشق السلالة الشاهينية خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. من يأتي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول؟ المركز الثاني. وأرى التحرك من شاهين، التحرك من شاهين في هذه اللحظات هنا على المركز الثاني من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدينا الكرام. والثنائية الجميلة صوغان في المركز الثالث لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعود المكتوم مع عتيق بن سالم بن عرطي الحميري. وعلى المركز الرابع سلهود سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راهب بن سعود المكتوم مع المضمر السيد عتيق بن سالم مع المضمر السيد مطر بن سيف بن لاحق الهايري. عفوا، من ياتي على المركز الرابع والبقيه هناك ايضا بعيد. ولكن نعود الى الصداره، نعود الى المقدمه، الى المركز الاول، الى هملول المسيطر على زمام الامور مع الكيلومتر الاخير. هملول لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع خليفه بن سلطان بن رشيد على الصداره على المقدمه. وارى شاهين قادم، شاهين قادم هنا، بدا يتسلل رويدا رويدا الى المقدمه في هذه اللحظات من هجن العاصفه بقياده حمد بن راشد بن حمد بن غدير. يتسلل على الصداره على المقدمه على المركز الاول. اذا شاهين هو من انطلق على صدارة، انطلق على المقدمة وعلى المركز الأول، هو صدارة هذا الشوط، معلن الفوز ومعلن الناموس. ها هو تشاهدون إذا هملول شاهين عفوا على صدارة على المقدمة بانطلاقة على صدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني هملول
سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راهب سعيد مكتوم مع خليفة بن سلطان بن رشيد. والمركز الثالث القادم ما شاء الله القادم هنا سلهود، سلهود قادم لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المنتشي أبو عمر، هنا أيضا قادم مع سلهود مطر بن سيب اللاحد الهايري ما شاء الله قادم بسلهود لانتزاع هذا الشوط. هو التحدي هو الإثارة ما شاء الله، ها هي لحظة تسلل سلهود إلى خط النهاية تسلله بالفوز والناموس. تهانينا تهانينا لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم على فوز سلهود بالمركز الاول، وتهانينا لمطر بن سيف بن لاحد الهايري ولحظه وصوله الى خط النهايه معلن الفوز ومعلن الناموس. بينما المركز الثاني ياتي شاهين هجن العاصفه، المركز الثالث هملول سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم من اتى على ثالث المراكز، المركز الرابع الخمري من هجن العاصفة، وفي المركز الخامس شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم من أتانا على خامس المراكز. هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الأولى، ضعناها على حضراتكم. ونعود إلى التوقيت الزمني الذي صاحب هذا الشوط، وصاحب سلهود هنا إلى خط النهاية بهذا الأداء الجميل بست دقائق ثمان دقائق سبع ثواني جزء واحد من الثانية. تهانينا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب بن سعيد المكتوم، والتهنية لمطر بن سيف اللاحد الهايري. بينما المركز الثاني كان من نصيب شاهين بثمان دقائق ثمان ثواني ثمان أجزاء من الثانية ثمانية ثمانية ثمانية. تهانينا هجن العاصفة، والتهنية الواثق حمد بن راهب بن حمد بن غدير. بينما المركز الثالث كان من نصيب هملول بثمان دقائق 11 ثانية ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم، والتهنية للمضمر خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. الانطلاقات تتجدد مشاهدينا ومتابعينا الكرام في شوطنا الثامن في مجموعة الأشواط، والشوط الثامن الخاص هنا بإذاعة القعدان المهجنات الأصايل لأصحاب السمو الشوق على أرضية هذا الانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود إلى